بركه في راسك. ما تقدرش نطلق. انا ما تقدريش. لا ما تقدرش. مسكينه طروازيام. طلعت بنتي تقصحت في صعيبه صعيبه طروازيام بركه. انا ندير معاها كلمه ونبقى هنايا بنتي. إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر المؤلم من مدينة الدار البيضاء. وفاة فنان قدير محترف، فنان صراحة بالغياب ديالو غيفقد الفن المغربي، أحد أكبر الفنانين المغاربة. كأوراق الشجر يتساقطون ويرحلون تباعا. مؤخرا فقدنا هرم من أهرام المسرح المغربي المعروف بوعزيزي، الله يرحمه، استعلي ضيقة القبور، واللي كان دائما ما كيفلتش في هذه المناسبات، دائما الحضور في جنائز اصدقائه. واليوم نفقد رجلا عظيما، فنان قدير محترم، احبه المغاربه واحب فنه والمغاربه. ان لله وانا اليه راجعون. ومعنا القريبه والمقربه وابنه عم الراحل واخت الراحل، اللي نقدر نقول ان العشره ما تتهونش. لا اله الا الله بنتي. السلام عليكم. الله يرحمه ويحسن اليه، كان انسان طيب، كان واحد ولد الناس اللي ما نقولش لكم عليه، ولد عمي وخويا، وما يصبرش القلب عليه، ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ. هذا الشيء اللي غادي نقوله. واش حميد الفنان هو حميد الانسان هكا كيف ما كنا كنشوفوا؟ لا اله الا الله، واكثر واكثر. انسان بنيه، انسان بزاف بزاف، طيبوبه القلب، يطيح عليك في العافيه، يسول عليك، يقلب عليك. ولا اله الا الله بنتي، علاش كتهمو الدنيا؟ ما عندوش مشكل ابدا ابدا. ولقاه الله مع واحد بنت الناس، الله يعمر ليها الدار، الله يعمر ليها الدار مراته. وكنطلبوا الله، الله يرحمه ويحسن اليه ويرحم جميع اموات المسلمين بنتي. اذا من الفقدان اليوم ديالو الزوجه ديالو بعد يعني 10 ديال سنوات، لا اله الا الله، واش غدير مسكينة؟ هذا الشيء اللي قدر الله عليها، هذه العشرة بينها، الله يعطيها الصبر. وما شاء الله الوليدات راه كبار تبارك الله، الله يخليهم ليها والله يعطيها صحيحتها باش تكون مع كل شيء. هذا الشيء اللي هو كان انسان زاهد في الدنيا، ما كانتش كتهمو الفلوس ابدا ابنتي ابدا. من الفنانين المغاربة القدام اللي ابدا ابدا كانوا كيبغيو غير الفن ابدا. هذا الشيء اللي كاين. شنو كتذكري ليه؟ شي حاجة اللي ما تنسيهاش بينك وبين خوك؟ بزاف بنتي، بزاف بزاف، ما غاديش نقدر نقول لك كثير. كيفاش كانت علاقتك بيه؟ الحمد لله الحمد لله، ونعم الاخ، ماشي ولد عم. اخر مره شفتيه؟ شفتو كان في السبيطار. واش مؤخرا هو كان في السبيطار؟ كان في الكلينيك. انا اول اخر مره شفتو كان في الكلينيك، ومن بعد انا حتى انا عيانه ما كنقدش نطلع بزاف في الدروج، ما كنجيش عنده، كنسول غير في التليفون. خرجوه من الكلينيك؟ وكان في الدار هنايا ومعتنيين به. الله يكثر خير هذيك السيدة، الله يكثر خيرها، برات به حتى الاخر. بزاف بزاف بزاف، هو نعم المرأة الحمد لله. كان باغي مسكين يموت في داره، ما كانش باغي يموت في داره. قسم لي الله حتى هو توفى فيما حاله بخير وعلى خير. ويا بنتي ويا ويا بنتي. شنو تبغي تقولي اليوم لولد عمك وخوك؟ الله يرحمه ويحسن إليه، الله يوسع عليه ضيقة القبور. هذا الشيء اللي غنقول لي يا ربي امين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لحقنا عليهم مؤمنين، لله ما أعطى ولله ما أخذ. الفراق صعيب بزاف، مرة كلنا غاديين بزاف بنتي، بزاف بزاف. الله يرحمو مسكين، بركة في راسك الحبيبة ديالي، بركة في راسك. شي كلمة أستاذ في حق الراحل؟ إذا مشاهدينا الكرام، بكامل الأسى والحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإنا إليه راجعون، غادرنا إلى دار البقاء فنان قدير محترم الصهر ديالي. الله يرحمه، خير الله يرحمه ويسع ضيقة القبور. كان واحد الراجل مزيان وخير، الله يعمرها دار، ما عمري سمعت منه شي حاجه لعيب، نسيبي وكل شيء وبحال خويا وكثر من خويا. الله يعمرها دار، ولكن الله يرحمه هادشي اللي قسم الله واعده كنا ليها. الله يرحمه. فنان كبير وفنان مشهور وفنان قدير، وهذا الغياب ديال هاد الفنانين اللي كنشوفوا في هاد الجنائز ديال هاد الرجال هادو، ما كاين ما كاينش اللي كيتبعهم ولا يقابلهم ولا يبر بهم ولا يسول بهم ولا والو. يعني حتى في المرض ديالو، في المرض ديالو الاهرام هادو، مع هاد الناس هادو اللي خصو يسولوا عليهم وما يبروا بهم وكل شيء، ولكن هادشي اللي قسم الله هو هذا. الله يهدي ما خلق، هادشي ما نطلبوا الله يهدي ما خلق. امين. الله يرحمه ويسع ضيقة القبور، الله يرحمه. كانت عندك بيه علاقه طيبه؟ طيبه، ونسيبي نسيبي اكثر من نسيبي، خويا تعيش معاه وكل شيء، والله يعمرها دار. صاحب نكته مسرحي، كان حدا وضحك وكل شيء، مسكين يضحك، حميد يضحك، هاك يضحك هاك يضحك هاك يضحك. الله يرحمه ويسع ضيقة القبور يا ربي امين. ان لله وان اليه راجعون، ولله ما اعطى ولله ما اخذ. اذا مشاهدينا الكرام، في انتظار خروج جثمان الراحل الفنان القدير حميد نجاح، غنختم معكم هذا البث المباشر، وغادي نتلاقاو بكم ان شاء الله في تفاصيل قادمه باذن الله.